بتلف وتدور حوالين ايه يا حسام؟ انا ايدي اتعورت والحرامي ايده اتعورت. العفو عثمان بيه، انت استاذنا الكبير. يا ابني انت بتأدي واجبك. على العموم بقيت الازاز اللي متكسر في سلة المهملات. ممكن يكون دليل مصطنع. ممكن. بس عاوز اقول لك حاجة. انا دولة كتبت لي على منوم باخده اثناء العشاء. برضه ممكن تكون ما خدتوش. ادي اوت بقى يا حسام. ليه؟ لان فتحت وخدت حبايه الدواء قدام صفوت وهزعل منك قوي لو قلت لي ان صفوت ممكن يبقى شريكي. هو صعب قوي التحقيق مع استاذ كبير زي عثمان بيه. ولا استاذ ولا حاجه. نهايته ابعتني ابني عشان يعملوا لي فيش وتشبيه. اتفضل. تصور بعد خدمة 40 سنة بنجاح في مهنة المحاماة أتسئل من البوليس. ليه؟ لتوفر دليل ضدي في قضية سرقة. أنا كنت عاوز أحضر التحقيق كمحامي، إنما يظهر مش حاضر لأني في موضع اتهام. عن إذنك. خليك مع عثمان بيه. دخل البواب عسكري. تعال خش. اقفل الباب يا سعادة البيه. تحب نسيبه ويجيب طيار هوا؟ لا يا سعادة البيه، خلاص نقفله بيه. لا مؤاخذة. كنت فين امبارح بعد الساعة 10؟ اقعد يا بيه. رد على سؤالي. سعادة البي، انا الساعة 10:30 مشيت من هنا، اطمنت ان الكل موجود وقفلت الباب بالقفل والجنزير واديت المفاتيح لفوزية عشان هي اللي بتبات معاهم. بعد كده بعد كده خدت تاكسي بالنفر ميكروباص. طلع السواق معرفة. بيقف عند المزلقان بتاع بولاق الدكرور. اسمه سلام ابو سريع عشان بيسوق بسرعة. كاتب على عربيته يا ناس اشرك فيها ارض. ابتديت ازهق. بعد كده سعادة البيه وانا مروح عديت على القهوة علشان العب 10 كوتشينة واسند دماغي بحجرين معسل. ولعبت كوتشينة وكسبت. بدأت الاحقاد، اتخانقنا خناقة كبيرة، قضيت الليلة كلها في القسمة سعادة البيه حتى صورت المحضر معايا بيه. وريني. اتفضل 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 يا سعادة البيه. طورت في الخناقة؟ ايوه يا سعاده البيه، حتى سيادتك شايف الكشف الطبي مرفق بالمحضر يا سعاده البيه. انا معترض على اسلوبك في مباشره التحقيق. نتعلم من خبرتك يا باشا. انت ليه مصمم ان يكون المتهم من داخل الدار؟ لان كل الادله اللي قدامي بتقول كده. وليه ما تكونش سرقة عادية والحرامي غريب؟ احتمال وارد، عشان كده تمت معاينة السور والجنينة، مفيش أثر أقدام. وليه ما يكونش غافل البواب ودخل واستخبى؟ هيخرج ازاي بعد السرقة؟ الباب مقفول، إذا لازم ينط من فوق السور. ممكن أكمل أسئلة؟ لا مش ممكن. بهاء ما يعملهاش. عثمان خارج التصور واحنا كلنا هنا خارج تصور الاتهام يا كابتن حسام. صدق الله العظيم. ايوه بالك يا ناهي، بقالك كم يوم بتاكلي في الاوضه وهجرانه، في حد مزعلك؟ انت ما سمحتيش على السرقه اللي حصلت؟ سبحانه علام الغيوب، قادر يظهر الحق. الرائد حسام سالنا كلنا وعاوز يسالك. ربنا يلهمه الصواب. رحيله، هو مستنيك في اوضه المدير. طيب اصلي الظهر الاول؟ ده انا كمان ما صليتش. طب ما تيجي نصلي جماعه وانت الامام. وليه ما يكونش انت الاكثر علما يا دكتوره؟ الله يرضى عليكي. بقول ايه، نفسنا نعمل مصلى نصلي فيه جماعه. يا ريت، دي فكره هايله. بيفتشوا دول ولا بيجيبوا عليها وطيها؟ مش فاهمة. ها
امال فتشوا ايه ودوروا ايه؟ ما هو ده بيقول حتى شوفوني. انا مالي، انا سلمه للضابط وماليش دعوه. الخاتم ده من ذهب نفيسة، اتعرفت عليه؟ هي اضرب ذهبها يا ابني. فزي هو بتنظف اوضتك لقيته تحت السجاده. هي برضو أدرى. يعني ايه؟ يعني موافق انه كان في اوضتك؟ انا موافق على اي حاجه تقولوا عليها، لاني مش مصدق اي حاجه. سامحني يا عم بهاء، انا مضطر اقبض عليك. سؤال كمان يا استاذ بهاء. يا استاذ من فضلك، انت مش شايف الراجل منهار ومش قادر يتكلم؟ حضرتك مين؟ انا محامي. اعتراف بالتهمه ما دام جاب محامي معاه في التحقيق. يا استاذ، هو التصرع يقصد بيك وانت راجل مثقف الى حد التجاوز؟ يا استاذ كلنا مصدومين بالخبر ده. ازاي استاذ كبير وفنان معروف زيه يسرق؟ ازاي مستواه ينحدر لارتكاب جريمه سرقه؟ انت مدمن اي مكيفات؟ برشام مثلا؟ من فضلك يا استاذ، انا بحترم عملك كممثل لاداره صحفيه كبيره، لكن يصل الى حد التطاول انا هشتكيك لرئيسك. مش يصحش كده تهين الراجل وتجرعه. مالك يا عثمان بيه؟ في ايه؟ الاستاذ استنى ورا الاستاذ بهاء لغايه ما خلاه قاعد زعلان ومش قادر يتكلم. ارجوك ما تنشرش اي حاجه، لان التحقيق محتاج سريه. ممكن اعرف الاسباب؟ بعدين اديني فرصه وانا اوعدك ان هدي لك كل التفاصيل. طيب عن اذنكم اتفضل. انا اسف على التاخير، المحضر هيتعرض على النيابه بكره الصبح، والمفروض ان عم بهاء هيتحجز معانا الليله دي، وطبعا ده ما يرضينيش. يا جت على كده، يلا بالمره. انا اخدت اذن من المامور انه يروح معاك، وبكره الصبح قبل الساعه 8 اكون موجود. انا اسف. شكرا. اسف عم بهاء. انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ ما بتكلمونيش ليه؟ بقالي ربع ساعة عمالة اهوهو زي الكلبة لوحدي، ما حدش معبرني. طب انا غلطت في ايه؟ ده انا اللي اتسرقت وضاع مالي. هما سألوني قالوا لي كده الضياط، قلت لهم بهاء، لان بهاء اللي كان متخانق معايا اللي تاهو مهددني. حتى كل اللي قلته طلع ملوش قيمه. بهاء ايده متعوره وطلع اتنين غيره ايدهم متعوره. يعني طز فش في كلام. ده الخاتم اللي لقوه في اوضته هو اللي خلاهم يقبضوا عليه. والله يا ناس ما كنت اقصد ولا كان يخطر على بالي انه يتسجن. ده حتى بقى حنين وضيق. سامحوني يا بوس ايديكم، سايقه عليكم النبي حبيبكم تسامحوني. يا خبر، قريت الجورنال يا عصمت؟ لا يا نوال. ده عم بهاء متهم في قضيه سرقه. ايه هي حصلت؟ وريني كده. قد اتهمته المجني عليها بالتهجم عليها وسرقة أموالها. الله، طب وبابا ياخد منها 3000 جنيه بوصولات أمانة ليه؟ أنا مش فاهم. خلاص أنا هتجنن من تصرفاته دي. اتجنن زي ما أنت عايز، بس لازم نكون معاه، نقف جنبه. أنا هروح أشوف التحقيق فين. مش كفاية الإثبات حسن النية وإن مش هو اللي خد الفلوس، لازم نرجع لها فلوسها وناخد الوصولات. هو حل، بس أنت عارفة إن المبلغ مش جاهز معايا، أنا لسه مغير العربية ودافع فرق 20,000. يا أخي خلي عندك دم، راكب عربية ب50,000 جنيه ومش قادر تدبر لأبوك 3,000. أنا بقى يا عصمت اللي هدبر المبلغ، وإن شاء الله حتى بيع السير. الحقوني جاي يتخانق معايا، جاي يضربني. يا ست هانم، أنا لا بتاع خناق ولا جاي أتخانق معاكي، أنا جاي أراضيكي وأتفاهم معاكي. أيوه أكل لي الأوانطة، أنت جاي تنتقم لأبوك، الحقوني يا ناس. استني بس يا ست نفيسة، استني أمال. الله، أنا جاي أردلك الفلوس وأخد إيصالات الأمانة. إيه؟ قول تاني
انت جاي لي عشان افهم؟ عشان تتاكدي ان والدي مش حرامي. انا جايب لك الفلوس اهي، يعني يقدر يرد لك المبلغ، يبقى هيسرقك ليه؟ انا عارفه يا ابني، انا قلت اللي حصل جت في دماغ الراجل، مع انه حبيبي وصاحبي. عموما دي مسائل يحلها القانون، ادي الفلوس اهي ولو سمحت الايصالات. عيب يا جدع، انا مش قلت في الاصل للدرجه دي. خلي الفلوس معاك هتحتاجهم لابوك، وان كان على الايصالات اتفضل خدهم هم. لا لو سمحتي، انا مش هقدر اخد الايصالات الا اذا اخدت الفلوس. يا مديحه صدقيني في امل، وامل كبير جدا. انا اثرت نقطه في التحقيق مقتنع بيها وكيل النيابه. بس الكارثه في الخاتم بتاع مدام نفيسه اللي لقوه في اوضه الاستاذ بهاء. بالعكس بقى، ده هو ده الامل. البوليس لما فتش الاوضه ما لقاش حاجه، يوم بعد كده اتلقى الخاتم بطريقه ساذجه تحت السجاده. لو كان موجود من الاول كان البوليس شافه. يعني ايه يا عثمان بيه؟ يعني اكيد في حد بيعمل ملعوب قاصد يوقع الاستاذ بهاء في تهمه. والحد ده من الدار، لا يمكن يكون غريب عن الدار والبوليس منتشر زي النحل. انا زي بكلمك وانا مقاطعك ومخاصمك وزعلان منك، نسيت، متاسف. اتفضل يا استاذ عثمان. خير يا بابا؟ ايه الحكايه؟ ازاي ده حصل وليه؟ لا يمكن يا عم يكون انت. عموما ربنا يخلصها على خير وترجع معانا البيت، احنا يعني جالنا ايه من ورا الدار دي غير وجع القلب؟ عموما انا رحت للست نفيسه واديتها الفلوس وخدت منها ايصالات الامانه. هدخل دلوقتي اديهم لوكيل النيابه عشان اثبت له حسن نيتك. خير يا عثمان بيه؟ مش خير ابدا. وكيل النيابه امر بحبسه احتياطي على ذمه التحقيق 4 ايام. وربنا انا عارف ان انت مظلوم. انت راجل فنان ومقتدر، تسرق ليه؟ كنت واخدها غية. غني يا استاذ، غني وسمعنا، ده انت فنان كبير، طلعت في دماغي وشعللت وسهللت انك تغني. غني يا استاذ. بلاش تلام راجل تعبان. انا تلم؟ غني يا استاذ، اصور لكم فيها تير الليله. حاضر يا سيدي، هغني لك. هي يعني جت على دي، ما خسرنا خسرانه. حاضر. اغني ازاي واغني لمين وبالي الخالي تهمني تهمني؟ زماننا ازاي وانا الظالمين وانا المظلوم تهمني تهمني؟ اغني ازاي واغني لمين وبالي الخالي تهمني تهمني؟ زماننا ازاي وانا الظالمين وانا المظلوم وتهمني تهمني؟ واغني لمين وهبت العمر صدوني لتحت لتحت شدوني، لاني وحيد شريد وحزين. اغني لمين طريق اخترني واخترته، زرعت الخير وكترته. اداري
من خاصمني وصالحته وصالحته أذاني ولما سامحته رماني العتمة الزنازين الزنازين وغني لمين أغني لمين أغني 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 لمين وغني لمين وغني لمين أغني 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 لمين. أنا خدت لك إذن من وكيل النيابة بإنك تدلي بأقوال جديدة. ربنا يخليك ويسترها معاك. لاخر مره قبل ما تدخلي، انت فعلا لقيت الذهب والمساق بتاعك؟ انا سالتها نفس السؤال. ايوه يا سيدي لقيتها، يعني انا هكدب عليك ليه؟ طب لو طلب يشوفهم؟ لا ملوش حق في دي بقى، حاجتي وانا اللي قلت اتسرقت وانا اللي بقول لقيتها. لاحظي لو اكتشف انك كدابه هيعمل لك بلاغ كاذب ويزعجك سلطات. حاضر، ممكن ادخل بقى؟ اتفضلي. انا مش مصدقه، دي مجنونه، دي لو كانت لقيتهم كانت عملت قليله في الدار، دي حتى ما قالتش لحد انها جايه تقول لك اخوها الجديده. هي عارفه ان النهارده تجديد الحبس؟ طبعا الكل عارف. خلاص المساله واضحه زي الشمس، احساسها بالذنب خلاها تيجي هنا وتغير اقوالها. يا سلام، قد ايه الحب جميل بين الناس. حسام، القضيه دي لسه ورقتها بره. باذن الله اوعدك اني هوصل للجان الحقيقي. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. شكرا. يا فرج الله، البصمات اللي في اوضه نفيسه طلعت مش بصمات عم بهاء. شده وتزول يا بطل. وجيعه وجيعه كبيره قوي يا باشا. بس انا زعلان منك، ازاي ترفض انه زمايلك يحتفلوا بخروجك بالسلامه؟ يحتفلوا بمين يا باشا؟ أنا خارج من السجن واحد تاني خالص غير اللي تعرفوه. بهاء بتاع زمان مات هناك على الأسفلت بتاع السجن والحشرات مشيت عليه تودعه. بهاء لا أنت أول ولا آخر. بالنسبة لي أنا آخر. سي بهاء، أبوس إيدك تسامحني. إيه يا نفيسة، ناوية على حاجة جديدة؟ ده أنا رحت كدبت علشان أنجيك. والتمن إيه يا نفيسة؟ لسه برضو عاوزة تتجوزيني؟ لا يا بهاء، لا، احنا اخوات، حقك علي. اخوات؟ اعذري. حاسة بيه وقلبي بيتقطع عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفرك ربي واتوب اليك، اللهم لا حول ولا قوه الا بك. اتفضلي. من امتى تقفي على الباب يا ابله النظر؟ من ساعه المدرسه ما بطلت تدي الولاد درس الحساب يا ناهد. وفرتي عليا افكر اعتذر لكم ازاي. انا بقالي كام يوم محرجه منكم. انا دلوقتي مش مستعده نفسيا ادرس الولاد. ليه يا ناهد؟ حد ضايقك ولا زعلك؟ لا ابدا، احنا اخوات والمفروض انك تساعديني على الطريق اللي ابتديت فيه. انا ابتديت اتفرغ للعباده. العمل عباده؟ انا اشتغلت كتير. خدت ايه؟ طب ممكن تدرسي كام يوم للولاد لحد ما نجيب حد غيرك؟ انا والدكتوره بنصلي جماعه، ما تيجي انتي كمان تصلي معانا بدل ما تصلي لوحدك. حاجي يا ناد، حاجي حاجي اصلي معاكو كمان. خد راحتك يا نادر يا ابني، اقعد كويس، احنا اصدقاء. البدايه تخوف يا فندم. هو انا غلطت في حاجه؟ العفو يا صديقي، انت طول عمرك صح، وما تعمل لي الخدمه اللي هقول لك عليها هتبقى صح اكتر. برضو ربنا يستر. طبعا يا فندم لو في ايدي انا مش هتاخر. ابنك كبير عقبال اولادك، دخل الخدمه العسكريه. اه
يبقى حضرتك لازم تشوف له واسطه تريحه. وهي دي الخدمه اللي هطلبها منك. انا وانا بدردش مع قائد اللواء بتاعه عملت فيها ابو العريف، وقعدت اقول له انا قريب العقيد فلان وصديق اللواء فلان، ورحت جايب له سيره خالك اللواء صفوت شكري. ومن حسن حظ ابني ان طلع الكومندان بتاعه ايام ما كان ملازم تاني. يعني الخدمه بقت في ايدك انت يا نادر. ياه ده انا حظ وحش جدا يا فندم، انا لسه متخانق مع امبارح. الخال والد تروح تصالحه. يا فندم بس اصله سافر البلد بعد الخناقه النهارده. مسيره يرجع. قولها بصراحه، انت مش عايز تخدمني. اتفضل يا افندي، وريني كشف العقده اللي عندك. اتفضل. انا مش فاهمه باي وش جاي تقابل صفوت وتطلب منه كمان خدمه. ماما انا من فضلك يا حكمت، نادر جاي لي انا، يعني ضيفي. صدقيني يا ماما انا حاولت اتهرب من المدير ما قدرتش، ساعتها قلب عليا وطلع لي مليون غلطه في شغلي. انا مصدومه في تربيتي ليك انت واختك، قد كده كنت غلطانه. نادر مضطر في تصرفه، حطي نفسك مكانه. معاك ورقه بالبيانات؟ ايوه معايا ورقه، بس حضرتك بتحرجني بكلمه مضطر. هاتها، احنا فاهمين بعض، اطمن هيكون مبسوط. مع السلامه. بوس راس ماما ورضيها. مع السلامه يا نادر. بتعامليه بقسوة يا حكمة. عاجبك تصرفه الانتهازي ده؟ ازاي يقابلك بعد كل اللي عمله معاك؟ ده جيل طايش ومتسرع، لازم نستمر في تعليمه. يا معلمته هو واخته، لكن كله راح في الهوى. انا تعبت منهم قوي يا صفوت، تعبت. انا هعلمه ابنك، يعني ابني. يا ما الاب بيغفر لاولاده وبيسامحه. موحودة يا أختي، كلهم يا حبيبتي زبليني زي ما أكون كلب جربان. صدقيني اللي تعبك في حياتك الأوهام والتخاريف اللي بتفكري فيها. متاع الدنيا زايل، واللي زيك اتمتع كتير. كفاية بقى، شعرنا شاب وخطوتنا تقلت. فكري في الآخرة واعملي اللي يقربك من الله سبحانه وتعالى. يعني هفضل كده عازبة من غير جواز؟ يا حبيبتي اللي زينا وفي سننا يرضي ربه بالعباده، يمكن يعفي عنه ويسامحه. يا ريت، ده انا ذنوبي كتير. ياما افتريت على جوازي، ياما افتريت على الورثه منهم معايا. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. اصل انا مكسوفه، يعني انا ما بعرفش اصلي، تعلميني. طبعا من عينيا الاثنين اعلمك. متشكر قوي يا سعاده الباشا، خدمتك دي على راسي من فوق. الواد نزل بتصريح اجازه، انا مش عارف اودي جمال سيادتك دي فين. سيادتك تؤمر احنا ننفذ. وانا اوعدك ان نادر هيكون في عينيا الاثنين من جوه، اعتبرني خاله اخوه. بس كل سيادتك ما تقابل سياده العقيد تخلينا على البال. انا يظهر خدت من وقت الباشا كتير، عن اذنكم. بتهيألي سعيد بالنتيجة. عم صفت بيه. قلت ايه؟ قلت عم صفت بيه. أرجوك تسامحني، أنا غلطت في حضرتك أكتر من مرة، لكن حضرتك بكل نبل كنت بتتجاوز الغلط. في كل مرة كنت بحس إن الطفل قدامك. وراي مشاوير لازم أعملها. عم صفوت، أنا سحبت كل الكلام اللي قلته قبل كده، ومستعد أنفذ أي حاجة تطلبها مني. أنا ماليش غير طلب واحد. وأنا موافق عليه. مش كفاية موافقتك، أختك كمان لازم توافق. Thank you.
تصرفاتك بتقول انك زعلانة مني. وهزعل منك ليه؟ انت عملت حاجة تزعل؟ كل ما اجي في مكان انت فيه تسيبيه وتمشي. لاني مش عايزة نتكلم قدام الناس. ادينا لوحدينا اتكلم. وحيفيد بايه الكلام مدام مصمم على رأيك؟ صراحة بقى انا حاسة انك صرفت نظر عن موضوعنا. لا اله الا الله، ليه الاتهامات دي؟ لانك صممت تاخد رأي الولاد، وادي نادر وافق واعتذر عن كل اللي فات. حصل. يبقى ايه اهمية انك تتمسك برأي سمية؟ لانها بنتك زي ما هو ابنك، وهي كمان لازم توافق. تتفلق، تخبط دماغها في الحيط، انا ما يهمنيش رأيها. فاتك كتير يا حكمة. أوعدك زي ما قدرت أقنعه هو وافق، هي كمان هتوافق. أنت إنسان أناني، أنت هازي من يومك وأنت بتدور على مصلحتك وحقوقك وبس، وتدوس على أي حد يقف في طريقك. لاحظ إن أخوك الكبير وبتغلطي فيا من أول ما دخلت بيتك. ولسه هغلط. بمجرد ما كان ليك مصلحة عند اللي اسمه صفوت نسيت هو مين، ونسيت الموقف المحرج اللي حطينا فيه، وجريت عليه تطلبها منه. ولأنه إنسان نبيل في كل تصرفاته، وافق إنه يخدمني، وكان ممكن يطردني من قدامه. يا رايق، بتتكلم عنه زي ما يكون إنسان كويس. بيمن عليك بالخدمة يا بني آدم. بفرض طلبت منه خدمة ومن عليا وعملها، ولما سدد العجز اللي كان عليا من غير لنا ولا ماما ما نعرف، كان برضو بيمن عليا وعليها. انسان ذكي فهمك بسرعه، حط لك الخطه اللي يكسر بيها عينك. وهياخد ايه من وجع القلب ده كله؟ ده راجل شايب وامك ست على المعاش، يعني يقدر يتجوزه من غير ما يساله في حد فينا. هو اللي شارينا. صدقيني يا سميه، صفوت انسان ممتاز، هيريح ماما اللي باقي من عمرها. هي مش محتاجه، عندها كل حاجه. لا محتاجانا احنا، بننساها بالشهور وبننشغل بمشاكلنا وكلام الناس. انا كفيل بقطع لسان كل اللي يتكلم. وحقنا في الميراث. يا سمية، يا عالم مين حيموت قبل مين؟ أنا مش موافقة ومش حوافق مهما حاولت. وأنا مش هدخلك بيت تاني يا سمية إلا إذا كنت توافقي. حبيبي وأنا لو فزت يا أرض احفظي عليكي، ده انت تلحسن مزاجك عالي قوي وغزلتك رايقه. مش انت اللي عايزه كده من زمان يا ماما؟ لولا الكسوف لكنت زغرت. ومكسوفه ليه؟ ازغرت انا بدالك؟ لا قول لي بس، ما تاخدنيش في دوكه، انت متشيك كده ورايح على فين؟ ما تعطلنيش بقى يا ماما، انا رايح مشوار مهم، ولما ارجع هحكي لك على كل حاجه. باي باي. بقالك زمان قوي ما عملتهاش يا صلاح. لاحظ ان خروجي معاك اكتر من مره محسوب عليا، وكتير هيفسروه غلط. قولي لهم مريض عندي وبعالجه. والحمد لله المريض خف وبقى زي الحصان. متشكر. شوفي بقى، في كل مره كنت انت اللي بتتكلمي وانا اللي بسمع، المره دي بقى جه عليا الدور انا اللي اتكلم وانت اللي تسمعي. بس باختصار شديد لو سمحت. متاسف، انا هتكلم وبالتفصيل الممل. ماشي. الانسان في الازمات الدنيا بتسود في وشه، وبيحس انها نهايه العالم. الازمه بتحطمه، والاحساس بالذنب ما بيخليهوش ينام. بيحس انه محتاج شعاع نور ينور له طريقه ويهديه لطريق الحق والصواب. انت كنت الشعاع ده يا مديحه. انا كنت تعبان مهزوم مصدوم في كل الافكار والمبادئ اللي جريت وراها، ويا ما حذرتيني. ولما اصطدمت بيكي ولانك اصيله ما تخلتيش عني ووقفت جنبي، جيت على نفسك واسمك وسمعتك، خرجت معايا عشان تخرجيني من القوقعة اللي أنا حابس نفسي فيها. عملتيني زي طفل صغير بتعلميه المشي في طريق الخير. مديحة، أنا عايزك تساعديني عشان أصلح كل الغلطات اللي عملتها في حق غيري. مش ملاحظ إن أنا قعدت ساكتة كتير وإنت سايق في الكلام؟ ولسه أنا عندي كلام كتير بساعات ولازم تسمعيني. صلاح، شوف لك حد تاني اتسلى معاه،
حمدي بيه عيان ولازم اروح اكشف عليه. لحد كده ومتشكرين يا ست الكل. انا من هنا ورايح مش هغيب دقيقه واحده عن ميعادي. وده يمنع اني اشتغل معاك؟ يمنع ازاي؟ ده اذا مش هتكيش الارض اشيلك فوق دماغي يا ماما دولت. هنرجع لقلة عقلي زمان. زمان صفحه انطوت من كتاب حياتي خلاص. على فكره اعتبريني متطوع مجانا للعمل في العياده الملحقه بالدار. سبحان مغير الاحوال. العلقه كانت جامده حبتين. الجامع الجديد اللي عندنا في الحي بنوا فيه مستوصف وطوعت للعمل فيه. طالبين دكاتره للضغط الشديد من المرضى الغلابه. تصوري فرحوا قوي اول ما قلت لهم اسم ماما دوله ست الكل الغاليه. لا ده حب بقى. عندك مانع؟ ما عنديش، بس انا حفتن للجماعه. ما هو كمان ما فيش حلاوه من غير نار يا سي فؤاد، والمثل بيقول ايه؟ الغاوي نقط بطاقيته. ما هو كمان لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. بصراحه بقى يا مديحه اخاف من مقابلته لحسين. لو مقابله عاديه ماشي، ده عايزين اطلبك منه وفي مكتبه في عرين الاسد. اسمع بس كلام يا فؤاد، المقابله والخطوبه دي خطوه مهمه جدا في الخطه اللي هقول لكم عليها. للاسف حمدي بيه عنده قرحه في المعده وتضخم في الكبد. انت ما بتزهقيش من الشغل؟ شكلك قلقان وعايز تتكلم في موضوع، اتكلم. مكسوف منك. البنات بس هي اللي بتتكسف يا صلاح. اصل مفلس وتعبان ماديا، وانا وماما والبيت اتعودنا على نظام معيشه معين مش قادر احققه في ظل وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي انا فتحتها. طبعا طريقك القديم كان مكسبه اكتر اكيد، لكن النتيجه كانت ايه؟ يمكن طريق الخير هيكون اطول شويه، لكن نتيجته السعاده وراحة البال ورضا من كل الناس. وعلى العموم اذا كنت عايز تغير رايك اشتغل بالطريقه اللي تعجبك. ما اقدرش، عهد وخدته على نفسي. هو خاطر حضرتك الوحيده اللي ممكن يوصل لك وتحس بيه. الصراع اللي جواك ظاهره صحيه بتثبت انك عندك اراده للطريق الشريف اللي انت ماشي فيه. في موضوع تاني عايز اكلمك فيه. مديحة مش كده؟ حضرتك بتقرأ أفكاري. أصبر أصبر يا صلاح لحد هي ما تتأكد إنك فعلا اتغيرت. أنت جاي تهزر معايا؟ جاي تضيع لي وقتي؟ بالعكس أنا بتكلم جد جدا. جد إيه يا ابني؟ شاب زيك يدخل دار المسنين يعمل إيه؟ إحنا عندنا هنا الشروط إن النزيل يكون فوق 60 على الأقل. ومين قال ان انا عاوز ادخل نزيل؟ امال عايز تدخل موظف؟ ولا موظف، انا عايز ادخل عريس. انت مجنون يا ابني، هربان من مستشفى المجانين جاي تستخبى عندنا ولا ايه؟ ليه بس كده يا عم؟ انا جاي اتقدم لبنتي من بناتك الموظفات. بنت مديحه، انا ممكن اديك بياناتها. حاضر. لا لا انا قصدي سوسن. مين يا اخويا؟ بنتك سوسن، اكيد ولاد حضرتك اكبر منها. اطلع بره اطلع بره يا عمي يا عمي، في حد يطرد خطيب بنته؟ خطيب بنت؟ بقول لك اطلع بره. سوسن دي خطيبتي انا. يا مجنون. يبقى انت اللي مجنون. انا مجنون؟ تخطب ازاي بنت في سن بناتك؟ انا هتبعك هشرب من دمك هموتك هخلص عليك. البنت من بناتي قال. هي تنفع بنت من بناتي؟ انما الشباب شباب القلب يا متخلف. يا دي النظافة اللي حط عليك فجأة دي. اصلا انا النهاردة عندي مناسبة سعيدة فلبست جلابية المناسبات. امبارح شفتك لابس جلابية تانية وبرضو جديدة. ما هو امبارح كان عندي عزومة عند نسايبي فلبست عشان كده جلابية العزومات. ومن امتى بتلبس ساعه؟ ساعه ايه؟ هي الكحكه في ايدي اليتيم عجبه ولا ايه؟ لقيتها مرميه في الشارع، واقفه في الشارع، مالتها مشيت، رحت لابسها. بالاذن يا باشا. الواد ده انا بشك فيه. حسام مش ساكت، مستمر في التحريات.
على مو انا بعرف اتعامل مع مسعود كويس، ومفيش مانع ان انا اساعد حسام. البيه مقموس مني ولا حاجه؟ طبعا مقموس. سوسن انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، انا ما بنامش الليل لما بقلق من تصرفاتك. كلام مراهقين بقى. خليتيني بقيت مراهق، بقالك يومين بتتهربي مني، حتى صباح الخير ما بسمعهاش. مشغوله. مش من حق اكون مشغوله؟ المفروض انك تبقي مشغوله بيا انا بس. عندي ظروف عائليه اعرفها. مش جايز، مش عايزه اقولها لك. اتغيرت يا سوسن. ايوه اتغيرتي، انا مش عبيط. مالك؟ حسين ماشي ورايا من اول ما خرجت. يلا خلينا نخلص. هات ايديك. هتعمل ايه؟ هنعمل زي الحبيبه الجامدين قوي. وصل. بدل ما انت مرعوبه كده مثلي الحب والهيام في حضرتي. هيعمل لنا زيطه. يعمل بس يحس على دمه ويخلصنا. اهلا يا سوس. والبيه اللي جاي يخطبها؟ حسين انا وهي بنحب بعض من 5 سنين، ولعلمك وافقت على خطوبتك لمجرد الانتقام مني. يعني انا كنت شخشيخه طول الوقت ده. سوسن، اعتبر خطوبتنا مفسوخه من دلوقتي. ما تفوق بقى يا اخ. لك حق، كان لازم افوق من زمان. الراجل هيقع وهو ماشي. ما يقع واحنا مالنا. بحبك يا مجنونه. الشاي اشربيه انتي. الحكايه تقتى ما تفكها حبه. طب ده انت طول عمرك ابن حظ وتحب الفرفشه. تعبت من البلاوي اللي بتتحدف عليا. مالكش حق. طب ده حتى هنا كلهم بيحبوك وزعلانين قوي لبعدك عنهم. انا مرتاح لبعد عنهم وعن مشاريعهم اللي بتودي السجن. السجن للرجاله. العظمه كبرت يا فوزيه. فشر، اوعى تقول كده. طب ده انت حتى شباب ولا ابن ال20. اضحك عليا يا فوزية. ما عشت ولا كنت عشان اضحك عليك انت يا غالي. يا ايه؟ قوليها تاني يا فوزية. يا غالي. الله، طالعة من بقك زي العسل. دي مش طالعة من بقي، دي طالعة من قلبي يا سلبي. ما بلاش سلبي دي وخليها كده بهاء حاف. هي برضو العين تعلى على الحاجب. طب ده انت حتى بيه وسيد البهوات كمان. حاجة غريبة، زي ما يكون اول مرة بشوفك يا فوزية. صعبان عليا قوي وحدتك. انا مرتاح لوجودك معايا. خلاص، كل ما تلاقي نفسك كده متضايق ونفسك تدردش انده عليا، قول بس يا فوزية. هتلاقيني جيت لك جد وقلت لك شبك لبيك. فوزية خدمتك بين ايديك. انا اتأخرت عليك شوية، من حقك تزعلي مني. معلش يا عم، انا صغير عشان كده جيت. قوليلي، الشقة خلصت ولا لسه؟ والله يا عمي ان 20 مطلعين عيني. الحمد لله. بقولك ايه يا عمي، انا عندي استشارة قانونية، ممكن حضرتك تفيدني فيها ولا هتكسفني مع صاحبتي اللي عارفة ان حماية محامي قد الدنيا.
أدام صاحبتك تؤمر زي ما هي عاوزة عشان خاطر عيونك. شكرا يا عم. هي عايزة ترفع قضية طلاق. أعوذ بالله. أهلها ناس على قد حالهم، كانت بتحب ابن عمها من سنها تقريبا، بس فقير زيهم، وللأسف باباها رفض يجوزها لها. غلطان. الغلطة الأكبر يا عمي إنه جوزها الواحد أكبر منها بثلاثين سنة بس جن. لو حباها هيشيلك في حباب عينيه. فرق السن مجننه يا عمي، بيشك فيها ليل ونهار. ومع مين؟ مع ابن عمها، وهي عايزة تتطلق منه. طب ليه ما يكونش شكه في محله وهي عايزة ترجع لابن عمها تاني؟ لا يا عمي لا، صاحبتي إنسانة محترمة ومش ممكن تفكر كده. مأساة حسين وسوسن بتتكرر تاني، التاريخ يعيد نفسه. مأزم وحزين يا عيني. أنا مصدوم يا حكمة، أنا اتهزقت، لعبة بيا عيلة. الحب والمراهقة كانوا عاملينك، مع إنها كانت باينة زي الشمس. حد ينبهني. مديحة كلمتك وأنا كلمتك، واللي ما صرحلكش يلمح. دايما دايما لازم تطلعيني غلطان. لا والله أديلك نشان. طبعا غلطان، في سنك ده كنت هتقدر تجاريها. وافرض انك قدرت، خمس سنين عشر سنين شكلك كان هيبقى ايه وهي ست في عز شبابها وانت ماشي جنبها قد ابوها. احمد ربنا اللي ربنا نجاك من الورطه اللي كنت هتورط نفسك فيها. مش طايق، مش طايق اشوفها في الدار. بالعكس بقى، انت لازم دلوقتي تعاملها احسن من الاول ميت مره. افصل يا حسين، افصل بين مشاعرك الشخصيه وعلاقاتك في الشغل. سيبنا بقى من الموضوع ده وقولي، هتدي الولاد درس حساب في فصول التقويه؟ مهد راحت فين؟ جاوبني الاول، موافق؟ موافق. وانا يعني ورايا ايه؟ ما انا خلاص فضيت. من فضلك هو مسعود ساكن هنا؟ بيتقال له سقوط الكل عزل. طيب ما تعرفش ساكن فين؟ اديلك عنوانه الجديد. طيب ايوه يا بيه، انا مرات مسعود. امال هو فين؟ تلاقيه قاعد على القهوه اللي على الناصر. مبروك عليكم السكن الجديد. ولا يسوى جنب المطرح القديم، دافعين فيه 7000 جنيه خلاوي. 7000، يا سلام.